ولكن انا مش ضد ان انا اعمل دور سواء كوميدي او فيلن شر. انا عندي اهم حاجة الدور شكله ايه، تأثيره على المشاهد ايه، انا فين في الدراما بالظبط، انا فين من الاحداث. انا ممكن وبعدين ما انا ما عنديش المساحة، انا مش بايس بالظبط، انا عندي الكيف. تمام، انا بعمل ايه جوه الدراما دي؟ هل المخرج في المونتاج ممكن يشني؟ لو المخرج قدر يقص تزعل؟ لا مش هزعل، يبقى انا مش مهم. لا لو اتشالك مشاهد تزعل؟ انا اسف اني قاطعتك بس هو جا على بالي السؤال. لا لو ما انا فيلم الليمبي اتشال نص دوري بس قالوا بيخدم الضحك لان كان دوري مأساوي شويه، ايوه المدرس اللي جاي وبتاع مش عارف ايه، فاتشال الدور. قلت لا، هو المخرج هو اللي بيبصم، هو تمام. المسؤول تمام، هو المسؤول من اول ما بيرشحك لغايه ما بيطلعك على الشاشه. تمام، هو المسؤول عنك. المصريين او العرب بيحبوا الكوميدي، بيحبوك. ما انا المشكله ان انا بعرف اعمل التويست ده. ايوه يعني انت بتقلب الشر. انت مدرسه ستيفان روست شويه يعني، نابولسي ستيفان روست ولا مليجي؟ لا مليجي، اصل مليجي كان ساعات بيدينا حته كوميدي ما حدش اداها لنا، ما هو بالساركازم بتاعه. ايوه كان يقول يعني انا دايما تلاقيني دايما اقول الافيه وانا صارم جدا، بس يضحك. تمام، لكن لو ضحكت مع الإفيه ما يقلل من الإفيه. فانت بتقوله فين بالظبط وامتى وفي الحاله ايه؟ تمام، وفي إفيه لازم تاخد نفس وتقول، وفي إفيه يتقال على طول. تمام، فانت ازاي تقول الإفيه؟ طريقه رمي الإفيه دي حكايه تانية. يا مسهل لا مش عايز اعدل ليه؟ طيب لا طب نبدل. طب احنا في الحلقه اللي فاتت قعدنا، لا ما جراش حاجه. لا ممكن تعدل. نبدل؟ طب ايه رايك نبدل؟ نبدل يلا، موافق نبدل. يلا بينا استاذ حجاج، قعدني مكانه. ايوه كده كده، واحد ياخد مكانه مرتاح. ايوه مرتاح كده. ايوه كده، يلا بينا. يلا بينا ونرجع تاني نكمل معاك بالشياكه دي. يا جماعه استاذ حجاج شيك بطريقه، من ساعه ما كنت بشتغل معاه في خارج انتقال خدمه كنت بشوف القمصان المقلم والكاروس. امال ايه؟ شيك بطريقه لازم، يعني مش بحسد والله تاتشول، بس يعني شيك يعني. كنت بتعلم لازم الاي ار تي، لازم نبقى احنا لازم نكون يعني بقدر قوتها وبقدر جمالها. يعني ما لبستناش احمر ليه بقى؟ مش احنا عاملين فراوله؟ عاملين فراوله، ما هو ده القمع بتاع الدراما. استاذ حجاج، يعني انت بتحب تشتغل مع الجميلات صح؟ اول مره. لا يعني عامه مع الجميلات طبعا، يعني كل شويه مع مدام غدا شويه، مدام استاذه مي شويه طبعا، ودلوقتي طبعًا. بقى مع الفراوليه. الفراوليه نيلي كريم عظمه، انا اول مره اشتغل معاها. حد رقيق جدا جدا، ملتزمه برضو جدا. انا بيعجبني في الفنان او الفنانه الالتزام والاحترام. طول ما انا شايف فيهم الحتتين دول اعرف ان العمل كويس. ملمس كوميدي جدا جدا، ملمس كوميدي جدا يعني.